السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد باسم لاعب المنتخب الفلسطيني ونادي بيرسب الإندونيسي. باختصار اللي صار هو إنه الإداري بعد الإحماء طلب منا إنه نرفع بانر ستوب وار قبل المباراة، وبصراحة يوم سمعت منه أنا ما وافقتش، يعني قلت له مش راح أوقف الصورة. وأجاني هو المدرب يسألوني ليش، وقلت لهم الموضوع فيش فيه أي عدل، يعني إنه أخذ هيك صورة، ويعني اللي بصير في فلسطين من سنين يوم نحاول نتضامن مع اللي بصير في بلدي بصير الموضوع غير مسموح. طبعا أنا بدي أوصل رسالة لكل اللي سألوني إنه إذا ما وقفتش ورا الصورة هاي لأني مع الحرب اللي بتصير في أوكرانيا. طبعا لا، أنا مش مع الحرب اللي بتصير في أوكرانيا، أنا ضد أي حرب بتصير في العالم كله في أي دولة في الدنيا. أنا ضد أي حرب بتصير في أي دولة في الدنيا. يعني في الآخر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إنه لا فرق بين عربية وعجمية وأبيض وأسود إلا بالتقوى. يعني بالعكس، في أرواح بريئة قاعدة بتموت في أوكرانيا، وأنا ضد الحرب اللي بتصير في أوكرانيا، لكن بنفس الوقت أنا ضد إني أكون في موقف غير عادل. يعني عندنا في فلسطين يعني من سنين، من يوم ما وعيت على الدنيا من 1995، والناس بتستشهد وبتموت كل يوم في الحرب اللي صايرة هناك. يعني إلي أصحاب استشهدوا، إلي أصحاب إلهم أقارب استشهدوا. فالواحد يوم يشوف إنه من ورا الحرب إلو الناس يعني بحبهم بتموت وبتستشهد كل يوم، صعب إنه يدعم أي نوع من الحروب. يعني فطبعا أنا ضد الحرب اللي بتصير في أوكرانيا، لكن ليش إنه يوم الموضوع الحرب صار في بلد غربية كل الدنيا وقفت معهم، وصار اختلاط السياسة والرياضة مسموح، وصار انه موضوع انساني انه نوقف معهم، بس ليش انه يوم تصير الحروب هاي والناس تموت في فلسطين كل يوم؟ يعني كل يوم عندنا ناس بتستشهد في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن. ليش انه يعني عندنا في بلادنا هاي المواضيع غير مسموح انه الواحد يتضامن معها؟ وليش انه يوم نصير نتضامن معها بصير موضوع اختلاط السياسة والرياضة؟ فبصراحة يعني الإشي كثير محزن، بيخلوا الواحد يحس إنه حياته رخيصة. يعني هو هذا كل الموضوع، يعني فيش فيه أي عدل. وإحنا كرياضيين عرب يعني بنحاول دائما نتضامن ونوقف مع الحروب اللي بتصير في بلادنا العربية. يعني أنا كفلسطيني دائما بحاول أوصل رسائل للناس، بحاول أسوي شير الأحداث اللي بتصير عندنا في البلد، لكن يعني أمرات على سبيل المثال انستغرام بوقف لهن، يعني بخلينيش أو بخليش كل الناس اللي عندي تشوف على سبيل المثال. يعني دائما بيحاولوا يحدوا من الموضوع في أي طريقة. يعني بصراحة هو بخلي الواحد زي ما حكيت يحس إنه حياتنا أرخص من حياة الناس اللي في الغرب، وهذا الإشي يعني غير مقبول وغير عادل. ويعني زي ما حكيت مش راح أوقف ورا إشي زي هيك، يعني لأنه يعني الحرب قائمة في فلسطين من سنين وفيش حدا مهتم. طبعا يعني على سبيل المثال احنا الرياضيين العرب برضه يوم نسوي تضامن مع أي دولة عربية، مع فلسطين، سواء فلسطين، سوريا، اليمن، بيسمحوا لناش. يعني على سبيل المثال الكابتن محمد أبو تريكة يوم رفع تعاطفا مع غزة، الكل وقف ضده، وقفوا عن اللعب. فلسطين احنا بنحب وبنفتخر فيه وبنعتز فيها الكابتن محمد ابو تريكة. وهو بالنسبة لي يعني انسان انا بطلع له كثير، يعني غير عن الرياضة بطلع له كانسان. يعني المواقف كلها اللي عملها، الانسانية، المواقف الانسانية اللي عملها والشريفة هاي كلها، يعني بالنسبة لي هذا اشي مهم كثير. يعني انا بطلع له بالنسبة للامور هاي. بصراحة يعني كل يوم بحاول إني أكون يعني يكون عندي الخصال اللي هو عنده إياها، يعني الإنسانية اللي هو فيها. طبعا يعني لأنه بيوقف مع الحق ومش خايف، وإن شاء الله يعني إنه الدنيا كلها تشوف إنه الحرب في أوكرانيا يعني غلط طبعا، لكن الحروب برضو اللي بتصير في فلسطين وفي سوريا في اليمن وفي العراق هاي كلها برضو غلط. يعني ما في أي حدا المفروض إنه اللي عنده إنسانية إنه يوقف مع أي حرب بتصير في العالم أو يشوف أي حدا بيموت. فهو هذا هو كل الموضوع، يعني أنا ما وافقتش أوقف لأنه الموضوع فيش فيه أي عدل. فرسالتي الأخيرة هي إنه يعني إحنا كرياضيين لازم نوصل صوتنا ونخلي صوتنا يوصل يعني للفيفا، إنه الموضوع
إذا بدهم يخلطوا السياسة بالرياضة يكونوا عادلين مع الجميع ويسمحوا للكل وما يفرقوا بين ناس وناس، لأنه حياة الناس كلها لها ثمنها. يعني موضوع إنه حياة ناس أرخص من حياة ناس ثانية هذا موضوع غير مقبول، وفي الآخر إحنا حابين نعيش بسلام في بلدنا ونكون مبسوطين ومرتاحين وبس. يعني هذا هو كل الموضوع، وإن شاء الله يعني ربنا يفرجها على الكل، والله يبعد الحروب عن كل الناس، وإن شاء الله نعيش بسلام في يوم من هالأيام.